اهلا بكم. الابتسامه اجمل حاجه في الدنيا لما تكون طالعه من القلب، ومفيش اجمل من ابتسامه ست، ومفيش اجمل من ابتسامه ست طيبه صراحه. يعني لما تكون الست اجمل من ان الست تكون جميله تكون طيبه، لكن ابتسامتها بتعبر. والابتسامات الحقيقه عبر التاريخ والفلاسفه وهم بيكتبوا يقول لك ابتسامه ماكره، ابتسامه صفراء، ابتسامه خبيثه. ماشي يا سيدي، لكن هو السينما ترجمت الحكايه دي. ولما المهبي جدا ما يسمى بمكياج السينما، طبعا المكياج السينما العالميه، سيبكم من مكياج، ولو ان تقدم جدا المكياج السينما العربيه والمصريه تقدم بشكل كبير، لكن العالميه وضع ثاني خالص، بيعملوا حاجات مذهله. فهم عندهم ستاندرزيشن، يعني عندهم ايه؟ عشان اعمل لك ابتسامه شرير لازم العب في اسنانك، عشان اعمل لك ابتسامه واحده ست يعني مش طيبة وخبيثة لعب في السنان، عشان أعمل ابتسامة بلهاء لازم أعمل في سنانك، ألعب في سنانك، عشان أعمل ابتسامة تعبر عن العظمة وتعبر عن الطاغية أو تعبر عن القائد برضو لعب في السنان. أفلام، وطبعا ناس كتير قوي بتغير من شكلها، يعني من أهم الناس اللي بتغير في شكلها عبر الأفلام ناس زي توم هانكس مثلا، زي الباتشينو، دول بيهتموا بالتفاصيل. لو بتفرج على الباتشينو مثلا في فيلم زي رائعة شكسبير تاجر البندقية، لما عملها دي من الأفلام اللي مش مشهورة، عمل شكل لرجل عجوز شرير لازم يتعمل له أسنان بطريقة معينة. دول أذكياء جدا في الشغل ده. فالابتسامة بتفرق، هنفهم الكلام ده بالتفصيل. بس الابتسامة، تعالوا نشوف مع بعض شوية ابتسامات حلوة وبعدين ندخل في حوارنا النهاردة مع ضيفي العزيز. الحاجات ديت على فكره قبل وبعد، ده دول ممثلات رائعات جميلات، لكن قبل حاجه وبعد حاجه تانية. اسمحوا لي ان انا اطرح ما قبل وما بعد، كيف تغير شكل الانسان اذا تعدلت ابتسامه، على ضيف العزيز، القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في مجال الاسنان، وطبعا ضيفي العزيز اللي بسعد جدا بضيافته، هو طبعا الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس واستشاري طب الاسنان بكليه الطب جامعه اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، وماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد في الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. اهلا بك يا دكتور شادي، وحشني جدا جدا. طبعا معانا ضيفنا العزيز بقه، وبقه يعبر عن نموذج للاسنان اللي نتمنى ان كل الاسنان، طبعا ده بقه يعني بقه ده حاجه جباره، هو وفرشته صديق البرنامج، ده صديق البرنامج بقه وفرشته واصدقاء اخرين. عندنا بقه وعفيف، وعندنا ابو حديد، وعندنا ناس كثيره نازله الموجوده. تمام. انا عندنا النهارده اسئله كثيره في الفيسبوك، لكن الابتسامه تفرق قد ايه في شكل الانسان؟ تفرق تماما. اصل دايما يمكن دايما بنتكلم ان اللي بيكاتش سايت او اي حاجه دايما بتلفت انتباهنا هو لو في حاجه فيها مشكله، يعني لو في سنه مش موجوده، في سنه معوجه، بتلاقي مثلا ممكن تلاقي بنوته جميله جدا او ولد شكله هانسم جدا، ولكن تلاقي الشكل هي دي كاركترستيك فيه ومخليه شكله الناس اللي على طول بتكاتش السايت في الحته دي، فبتبقى شكلها مش لطيف. وطبعا زي ما احنا اتفقنا تعديل الابتسامات اللي احنا شفناه ده، يمكن ده تخصصات مختلفه، شويه زراعه، شويه تركيبات، شويه حشو عصب، علاج لثه، يعني
بيجتمع مجموعة من الحاجات علشان تعمل لي الريل ميك اوفر ده، عشان تعمل يعني مجموعة من الحاجات التخصصات بتجتمع علشان، بس لازم يبقى فيه البروبر بلاننج والقيادة المظبوطة اللي تقدر تخلي لي توجه لي الكلام ده، لا انت عامل لي كذا وانت عامل لي كذا وانت عامل لي كذا، زي ما دايما بنتفق ان انت لازم المتخصص مع الليدر الاثنين مع بعض عشان اقدر احصل على النتائج دي. وتغيرت فعلا لقد اصبحوا يعني حاجه جامده جدا، اكسلنسي اكسلنسي قوي يعني. طيب احنا عندنا برضو في احنا عندنا النهارده الفتره ديت سيريس وسلسله من الحلقات بنتحدث فيها عن الريل لايف، ولكن اللي بيجي لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالظبط. ففي مشكلات كتيره النهارده عندنا. المشكله الاولانيه خاصه بحشو العصب. تمام. بتقول لي بتحكي لي بتقول انا كان عندي سنه قدام وانا كنت صغيره انكسرت، رحت لدكتور عمل لي ليها حشو عصب وطربوش مع ان كان شكله مش طبيعي ومش عاجبني، بس كنت اتعودت عليه، وفجاه الطربوش اتكسر امبارح وانكسرت مع السنه ومفيش حاجه في السنه باينه فوق اللثه. رحت للدكتور قال لي لازم تشيلي جزء من اللثه وعظم الفك بجراحه علشان كده عشان نكشف السنه ونغطيها مره تانية. ايه راي حضرتك؟ تمام. هو طبعا دي ذا كومن ميستيك، ان بتبقى ايرور كتير جدا ان لما بيحصل اولا بتعمل علاج للاسنان او حشو عصب للاسنان المفروض ان يتحط فيها دعامه بطريقه معينه ويتعمل فيها معالجه بطريقه معينه ونمسك في جزء من السنه بطريقه معينه والطربوش يبقى من ماده معينه يمسك بطريقه معينه علشان خاطر ما يتكسرش. طيب اتكسر زي ما في حاله البنوته واصبح في مستوى اللثه، اصبح ما فيش جزء من السنة باين فوق اللثة، ففي بعض الدكاترة بيلجأ ان هو يطول السنة يشيل جزء من اللثة وجزء من العظم علشان خاطر يمسك في السنة الطبيعية تاني. ولكن برجع دايما واقول فكر في طريقة تفكير المريض. يعني انا النهاردة عايز المريض بالنسبة له شكل السنة، السنة قدام دي يعني شكل، المفروض ان شكل السنة اللي قدام ده يبقى شكله بيرفكت. طيب انا النهاردة لما امشي في سكة ان انا عايز احافظ على جزء من الجدر، فبالتالي اشيل جزء من مور فاليبل من اللثه اللي هي مهمه جدا في الشكل والعظم اللي هو مهم جدا في الشكل، فتبقى بتاند اب ان يبقى عنده طربوش في السنه اطول من السنين اللي جنبيه، لان هو طبعا طول قطع اللثه في الحته دي وقطع العظم في الحته دي، وطبعا هو عملها بجراحه عايز يعملها بجراحه. طبعا الوضع دلوقتي لما نيجي نشكل اللثه بنشكلها بالليزر مش بجراحه، ولكن حتى كتريتمنت بلان او كخطه علاجيه ان انا اشيل جزء من عظم الفك ومن اللثه علشان امسك في السنه، هو كل اللي همه او كل تفكيره ان هو ازاي ان هو عايز يخلي الجدر ده. بس في الحاله دي الابقاء على الجدر ده مضر. ليه مضر؟ لانه هو هيضر بالشكل العام للمريض. هو المريض قدامه الواجهه قدام لازم تبقى مهمه، ما ينفعش يبقى في سنه طويله جدا وسنه جنبها قصيره. فبالتالي يبقى الحل الايدي للحاله دي اننا اشيل الجدر اللي موجود ده عن طريق الموجات الصوتيه، ادرس على الاشعه المقطعيه ان انا هشيله ازاي وان انا هحط ازاي مكانه بالاشعه المقطعيه جدر تاني باتجاه معين بحيث ان انا ما ارفعش اللثه وما افتحش اللثه ولا اي حاجه، وابتدي ان انا احط زرعه، واحط الزرعه دي عليها كفر ايميديت، اقدر احط كفر في ساعتها يحافظ لي على شكل اللثه. يا اما الكفر ده يبقى بلاستيك ويقعد 3 شهور وبعد كده يتحط عليه كفر بورسلين بعد كده، يا اما يبقى بورسلين طبقا للزرعه دي الساوندنج او الجزء اللي في العظم اللي فاضل يمسك الزرعه قد ايه. فطبعا كحل ده هتبقى اللثه هترجع هتبقى ادابتد. يعني لو بصينا مثلا دي حاله مشابهه الناب السنه نفسها مكسوره لحد مستوى اللثه. لو هو جه شال من اللثه زي ما هو الدكتور كان عايز وعمل الناب اطول هيبقى شكله فيري اد، هيبقى شكله وحش جدا. ففي النهايه بعمل زي مصاصين الدماء بالظبط، شكله حلو جدا الناب اطول من السن. بعمل زي احنا اللي احنا عملناه ايه، لا دراكول. احنا شلنا الجدر وحطينا مكانه زرعه من غير ما نفتح اي جراحه ومن غير اي حاجه، وطبعا كانت الحاله دي يمكن كان عملنا فيها شغل تاني. ولكن لو ركزنا على الناب شلنا الجدر وحطينا زرعه في نفس مكان الجدر، وجينا بعد كده حطينا عليها طربوش بورسلان كان ساعتها 2 لايرز عشان خاطر كنا بنحط قشره تجميليه، يمكن الحاله دي كنا عرضناها قبل كده. دي الجدر ده يكمله او الزرعه تكمل بالجزء اللي فوق اكنها سنه مبروده، وبقينا حطينا عليها قشره تجميليه، فاصبح اتعوضت السنه، حافظت على ارتفاع اللثه، حافظت على العظم اللي هو فيري فاليبل في الحته دي. ارتفاع اللثه في الحته دي لو فقد استرجاعه صعب جدا، احافظ على الشكل العام بتاع اللثه والشكل العام بتاع الاسنان واحصل على شكل جميل جدا. كل ده سنجل فازت، كل ده في نفس العين قاعد.
اتشال الجدر اتحط مكانه الزرع اتحط عليها الكافر اتحط عليها القشر اتلزقت اتعدل لو هعدل حاجه في اللثه ولا حاجه هنا ما عدلناش اتس بيرفكت عيني يطلع بسنه طبيعيه ما فيهاش اي مشكله والدنيا تبقى جميله جدا. ف دايما ما بقاش اوفرتيكن برضو انذر كيس حاله يمكن دي زي البنت الثانيه اللي قدام. تخيل السبيس هنا كان كبير كان عندي مشكلتين السبيس كان كبير والسنه كانت مكسوره مستوى اللثه فبرضو احنا هنشيل الجدر لو انا برضو عدلت اتجاه اللثه ورفعت اللثه ورفعت العظم تخيل بقى السنه هتبقى عريضه وطويله هيبقى منظرها يعني شكلها بشع جدا الناس تقعد تتفرج عليها على طول. فبنقوم شايلين الجدر وابتدي ان انا احط الزرعه في التاو عدل عايز اعدل السبيسنج فخدت سنتين على الشمال بس لمجرد ان انا اعدل السبيسنج اخلي الاربع سنين نفس الحجم ولعبنا شويه حاجه بسيطه جدا في اللثه من غير ما نطول اللثه بتاعت السنه دي زرعه والاثنين دول سنان طبيعيه يتحط عليهم ثلاثه كفرز ما تقدرش تفرق فين الكفر وفين السنان الطبيعيه يعني اللي على الشمال دي كفر اللي على الشمال اللي جنبها كفر اللي في النص دي اللي كانت الزرعه اللي على اليمين دي سنه طبيعيه. طبعا انا مش هعرف اميز بين الاسنان وبعضها وهم بيطلعوا لي الصور ورا بعضها فبيلخبطوني معلش بس يعني البنت بالذات لو اتعمل لها البنت بالذات لو اتعمل لها لعب في الناب بطريقه غلط البنت بيبقى شكلها بشع بيبقى عامله زي ما تكون دراكولا بالظبط مصاص دماء فامباير خالص بالظبط والبنات بالذات بقى الحاجات دي بتبان عندهم يعني بيبقى شكلها بشع جدا بالظبط وعشان كده ده بوق البنت دايما صغير فلما بتبتسم دراكولا دراكولا يعني بالظبط فده وده اللي بنسميه دكتور ايمن الديسيجن ميكنج او اتخاذ القرار في الخطه العلاجيه. اتخاذ القرار في الخطه العلاجيه لازم ابقى انا ملم بكل التخصصات ومعايا المتخصص ده ومعايا المتخصص ده ومعايا المتخصص ده وعارف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده اوله فين وده اخره فين ده اوله فين وده اخره فين انتوا كده بينتوا لي صح فابقى بحس ايه ان انا مثلا لو انا مشيت في سكه مثلا بس في اتجاه التركيبات او العلاج اللثه بس ممكن زي ما بقول لك يطول اللثه وخلاص. لو مشيت في سكه ممكن حشو عصب بس يبقى انا هقول لا ده انا هعمل لها حشو عصب واعمل لها مسمار وتقعديني. انما لما تجمع كل يبقى عندك في مكان واحد في المتخصص ده والمتخصص ده والمتخصص ده وانت مع ده وانت مع ده وانت مع ده تقدر تحصل على التريتمنت بلان الايديال للمريض عشان تقدر تحصل على نتائج زي دي. طيب برضو السؤال اللي جاي خاص بحشو العصب تمام. هذه المشكلة التي قد تكون حاجة جميلة جدا وتجربة رائعة واروح واعمل حشو العصب واروح وميت فل واخرج واعيش حياتي ويمكن ما اخدش مضاد حيوي كمان وممكن تبقى مش تجربة تبقى يعني مأساة وفي ايام كده ايام حلوه وايام وحشه تبص تلاقي كده اصل هي اقدام على فكره خلي بالك تبقى اقدام هندخل نشوف يعني واحد حظه وحش راح عمل حشو العصب طلع حشو العصب غلط فراح بقى ورجع وبعدين طالما الغلطه بدات في السنان يعني غالبا بتبقى عامله زي الدومينه بتروح جايه كره كده تعرف الدومينه لما بتترص ورا بعضها كده اهوت في اللعب بتاع الاولاد ويروحوا ضاربين واحده تبص تلاقي راح بقى زياره واثنين وثلاثه وخلاص بقى قعدته عند دكتور السنان. هي دايما المشكله دايما اللي بتقابلنا انا رحت عملت حشو عصب دي الرساله اللي جات لي راحت عملت حشو عصب كذا مره وجالها التهاب وبقت تزور وعلى مدار شهرين بتقولي على مدار شهرين من المعاناه حتى انهيت حشو العصب وبعد سنه فوجئت بتورم والم شديد فوق الضرس تاني فروحت تاني فقال لي ان في قناه ما اتعملتش وانا محبطه جدا دي سؤال البنت يعني ايه ده ناقص دموع تنزل من اللسان. هي الحقيقه المشكله دايما بتقابلنا زي ما اتكلمنا يمكن دايما بنتكلم ان التشخيص المظبوط العلاج بالاداه المظبوطه. التشخيص المظبوط ان انا وانا داخل لازم ابقى عارف انا عندي كام قناه انا هشتغل في 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 درس فيه كام قناه عصب الكيرفتشر بتاعهم قد ايه في مشاكل قد ايه. فدائما وابدا بنقول ان احنا الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد يمكن ناس كتيره جدا مش متخيله اهميتها في التخصصات المختلفه من طب الاسنان يمكن ظهرت اهميتها في ناس ابتدت تتكلم عن الزراعه ولكن حشو العصب وبرده يمكن الصوره دي عرضناها ان جدر مش موجود معمول حشو عصب للتقليدي او الكلاسيكي اللي مكتوب في الكتاب ان الضرس ده جدرين يجي يعمل الجدرين العيان يجي له بعديها بكذا شهر ويقول له لا اصل في التهاب في وجع يبتدي ان هو يدور لا نخلع الضرس لا اصل مفيش مشكله لا انت كويس زي الفل والعيان يقول له لا يا دكتور انا تعبان انا عارف وانت مش عارف ويخشوا في المجادله الطبيعيه. لما نعمل الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد نبص نلاقي ان في جدر بالكامل مش موجود. ف إذن أنا دايما المريض دايما أنا بعتبر إن المريض دايما على حق
بس انا اللي ما عنديش او الدكتور اللي ما عندوش الوسيله الكافيه لكشف المستور زي ما بيقولوا او كشف المشكله دي جايه منين. فانا لازم ان انا قبل ما بشتغل انا ان جنرال قبل ما بشتغل بعمل اشعه مقطعيه للضرس اللي انا هعمله حشو قصب قبل ما اخش. حد انا او حد من زمايلي يا دكتور بمباصص انا عندي عدد كذا من القنوات، انا عندي عدد كذا كيرفتشر شكله كذا، في تحت الضرس ده في خراج او مفيش، الضرس ده هياخد جلسه واحده يا فندم، الضرس ده هياخد جلستين عشان عندي فيه مشكله ما، مثلا ابره مكسوره تحتها صديد، الكلام ده كله ابتدي ان انا انظف الكلام ده كله عن طريق ايه بقى؟ يتنفذ الكلام ده عن طريق الميكروسكوب. انا لازم ابقى شايف الصوره اللي انا كبرتها وشفتها على الاشعه المقطعيه دي اكبرها برده في الحقيقه واشوفها بالميكروسكوب ونبتدي نتعالج في ربع ساعه. حشو العصب يخلص بالكفر بتاعه والمريض يخرج زي ما انت قلت كده يكمل حياته عادي جدا، مفيش اي حاجه. فطبعا المعاناه دي احنا بنخش فيها نتيجه عدم وجود التخصص الكافي والخبره الكافيه وعدم وجود التكنولوجيا الكافيه. والتكنولوجيا مهمه جدا في حشو العصب جدا يعني من لانه حشو العصب الخطا فيه يؤدي الى ان المشكله تتمثل في الام ومعاناه والم وورم وحياه تقف. دايما بقول للطلبه دكتور ايمن يعني تخصص حشو العصب يمكن كل التخصصات فيها اكاديميك ستيبس، بس تخصص حشو العصب من اكتر الحاجات الحساسه لفقد اي خطوه من خطوات العلاج. بتبان على طول يعني تشخيص مش مظبوط يحصل مشكله، الفتح على السنه مش مظبوط يحصل مشكله، قناه مش هتلاقيها، التنظيف مش مظبوط يحصل مشكله، بكتيريا تفضل، حشو مش مظبوط يرجع يحصل مشكله تاني بعدي. فاي خطوه بتحصل بتظهر على طول على المريض ويبتدي يحصل مشكله على طول. فعشان كده هو من الحاجات يعني يمكن لما حد مثلا يعمل طربوش مش مظبوط ممكن يقعد عيان المريض بيه سنه او حاجه ويبتدي على بال ما يحصل فيه مشكله، انما حشو العصب بيبان على طول مشاكله للاسف باستمرار ويبتدي يطلع في ورم والم والكلام ده كله ويفقد المريض الثقه في طب الاسنان وفي الدكتور. دايما حشو العصب او تخصص حشو العصب بيفكرني بتخصصنا في الطب في الغدد، لانه دايما برضه الخطا في الغدد يعمل مشاكل تعب بقى والعيان بيفقد وبعدين تبقى المساله غامضه بالنسبه له فمبقاش عارف الدنيا رايحه فين. وبيفكرني في الهندسه بالعلماء بتوع البنايات اللي بيسموهم الاساس العمار اللي بيعملوا اساسيات العمار الاستراكشر اللي هو بقى اللي بيعملوا الهيكل الخرساني بتاع العمار بالظبط مش بقى اللي بيفنشوا لانه دول ليهم استاندرزيشن معين وقياسات معينه. ده لو فيها غلط العماره كلها هتبقى بايظه مهما كان بقى فيها بقى ازاز مش عارف ازاي وعملتها من بره بالالوميتال وبتاع كل ده ما خلاص كل ده هيقع لانه الاساس من الاول بايظ. عندي حاله طويله شويه، ست من السعوديه بعتلها بتقول لي ان عندها مشكله في اسنانها القدامانيه فيها اصفرار في خطوط مش حلوه مش عجباني، عندي مشكله مع علاج الاسنان الاولى هي الوقت لان هي هتيجي عايز تيجي وعايز تخلص بسرعه وترجع، والمشكله الثانيه لازم تعمل غطا عايز تعمل قالوا لي انت مطلوب منك غطا تجميل للعشر سنان اللي فوق والعشر سنان اللي تحت، قالوا لي الموضوع هياخد وقت وانا عايشه في السعوديه ولازم اجي وخايفه كمان انه من تغيير لون الاسنان بعد ما اعمل اي تركيبه او قشره. تمام موضوع طويل طويل. هو ده موضوع مشكلة تعوه دايما دول معظم الدول الخليج والناس اللي بتبقى عايشة في على مياه الأبار بيبقى عندي دايما مشكلة الخطوط اللي لونها أبيض دي نتيجة المينرالز أو الأملاح الموجودة زيادة في مياه الأبار فبيبتدي يبقى عنده الخطوط بالعرض دي لونها أبيض ويتخيل أن الموضوع ملوش حل ويبقى خايف برضو من أن أنا بشرب شاي وقهوة وحاجات مواد ملونة أو تدخين أو الكلام ده كله هيغير لون أسناني بعد كده. فطبعا وفي نقطة تانية برضو اللي بتخوف الناس جدا، هبرد سناني وسناني هتصغر وزي ما انت قلت الحلقة اللي قبل اللي فاتت هتبقى عاملة زي الدبوس ومش عارف ايه وهفقد السنان الطبيعية وانا سناني اوريدي ما فيهاش مشكلة، طب انا عايز اعملها للتجميل طب افقد السنان الطبيعية ليه؟ فطبعا دي بتبقى الدايليما او الدايره المغلقه اللي احنا بنلف فيها في حدوته الاصفرار بتاع الاسنان وتغيير الالوان في الاسنان الاماميه. دلوقتي اصبح الموضوع في نقطتين، النقطه الاولانيه ان انا ال10 سنان دول هيتعملوا في جلسه واحده، فك العلوي و10 سنان في الفك السفلي يبقى انا عندي 20 سنه يتعملوا في مره واحده. حاله زي دي حاله فيها اصفرار والسنان الاماميه مصفره وفيها مشاكل كتير. كويس؟ طيب التحضير او شكل التحضير اللي احنا بنعمله زي ما انت شايف كده تحضير 1 ملم، لو تبص على السنه تحس ان انت ما حضرتش
تحس ان الكميه اللي تشال من السنه قليل جدا. ليه؟ لانه تشال بالمايكروسكوب واتخطط له بالاشعه المقطعيه، فابتديت ان انا شلت كميه قليله جدا. لما تبص تحس ان السنه اساسا مش متحضره، تحس ان كميه صغيره جدا، مفيش بقى الدبوس والكلام بتاع زمان ده، لا ده هي قشره بسيطه جدا بتتشال من الاسنان. يبتدي واحط مكانها لير وانا عامله زي ورقه السيجاره تتعمل بالكمبيوتر، يبتدي ان انا احطها حاجه رفيعه جدا جدا ودرجه الشفافيه بتاعتها عاليه اكنها مينا جديده. المينا دي لونها عمره ما يغير، بتمسك في السنه، هي والسنه بتبقى حته واحده ما تتغيرش لونها تماما، تبقى شكلها رائع جدا وشكلها ممتاز جدا، ما يحصلليش اي تغيرات فيها ولا يحصل فيها اي مشكله لا دلوقتي ولا بعدين، ولونها عمره ما يتغير لان هي اتس بيور بورسلين من ماده زي المينا بالظبط، ولكن ما فيهاش المسام بتاعه الاسنان الطبيعيه، فبالتالي بتبتدي ان ده يحمي السنه من التسوس او المشاكل، وفي نفس الوقت يبتدي يمنع انها تتلون مره ثانيه. فده منظر التحضير، اصبح المنظر مش مرعب، واحنا كنا زمان نخاف نقول لا ما نوريش المريض منظر التحضير، لا المنظر ما هوش مرعب، المنظر عادي جدا، تحضير حاجه بسيطه جدا زي ورقه السيجاره، لان اصبح التطور في التحضير على طريق الميكروسكوب كميه قليله جدا، والتطور في الريستوريشن او الحشوه نفسها او التركيبه نفسها تبقى عامله زي ورقه السيجاره عن طريق الكمبيوتر، والتطور في لزقها بالميكروسكوب برضو انها تمسك في السنه تبقى زي الحديد وما يجرالهاش حاجه وتبقى شكلها رائع جدا. حلو قوي. اكل اي حاجه؟ اي حاجه. اي حاجه يعني اطحن في مثلا دوره دوم، اي اكل ما فيهوش مشكله، مفيش مشاكل، اي اكل ما فيهوش مشكله. يعني اي اكل في نوجة، الحاجات اللي بتشد دي ما فيش مشكله في الاكل، اي اكل ما فيهوش مشكله. تمام. امال يعني ايه هيبقى في ايه ما فيهوش؟ لو حاجه بقى ابنورمال بقى، اللي بيقرقط ضوافره، اللي مثلا اللي بياكلوا تلج، بياكلوا حاجه لا تلج برضو، حاجه يعني ايه، حاجه ابنورمال، حاجه ميتاليك، حاجه حاجات اللي هي مش طبيعيه اللي ممكن تاذي السنان الطبيعيه اللي هتاذيها. بالظبط. يعني تعتبر كانها جزء من السنان الطبيعيه، كانها ذات سنان طبيعيه. حلو قوي. انا عندي سؤال على الزراعه، وهو سؤال يحمل اكتر من معنى. سن 50 سنه عايز تعمل زراعه، متخوفه من الزراعه، حاسه انها هتاخد وقت طويل. معلومات عن الزراعة هي معلومات برضو أيام الانفتاح. تمام. هي دايما الناس بتخاف موضوع الزراعة، إن هو في السن ده بيبقى معظم الساعات كتيرة جدا، طبعا مش يعني مش كل الناس، بس في ناس تبقى جاية لك بحالات إن هو عنده المنطقة القدامانية فيها أسنان، ولكن السنان دي بقت هوبليس أو ما بقتش ليها حل، وخايف إنه يعني هو كل ورا راح، بس المجموعة اللي قدام دي موجودة والمجموعة اللي قدام دي موجودة، ولكن سايبة خالص ومش ماسكة في العظم خالص، وأصبحت ماسكة في اللثة. ولكن هو كل مشكلته إنه هو خايف إنه يشيل الأسنان دي ويفضل يماشي من غير أسنان، وخايف برضو موضوع الجراحة وموضوع إن أنا أغرز وموضوع مش عارف إيه والكلام ده كله. فأول حاجة بنعملها بالنسبة للجراحة والكلام ده كله، زي ما احنا اتفقنا، ببتدي إن أنا أشوف، أخطط على الأشعة المقطعية، أبتدي أحط الزرعات بتاعتي على الأشعة المقطعية، أبتدي أخطط اتجاه السنان على الأشعة المقطعية، سواء السنان الأمدمانية عشان ما تعملش ضب ولا تعمل مش عارف إيه، سواء السنان الخلفية علشان خاطر ما يبقاش فيه، يبقى العضة مظبوطة ويبقى المريض مش حاسس إن في حاجة عالية، أو إن بقه مشدود، أو إن بقه مش عاضد كويس، ويبقى إيفن العضة مظبوطة في كل الاتجاهات. فده طبعًا زي الاستراكشر اللي كنا بنتكلم عليه في الهندسه، ان انا عندي استراكشرز كتيره جدا، لا في معمل ولا في عين مجرده ولا في يد بشريه تقدر تعمله لوحدها، فده لازم يتظبط على الكمبيوتر، يتظبط احمال، يتظبط اتجاهات، الكلام ده كله يتظبط على الكمبيوتر وعن طريق حاجه اسمها دليل جراحي. الدليل الجراحي ده بنبتدي ان احنا نعمله على الكمبيوتر عندنا، نافيجيتور يعني. نافيجيتور كان زمان بنحتاج ان احنا نعمل الكلام ده بره في المانيا والكلام ده كله، دلوقتي بنقدر نعمله عندنا. بتحط الزرعه، تخطط عليها، الكمبيوتر يبتدي يتحط عليها السنان، بتبقى شكلها بيرفكت. الفكره في ايه؟ دي النقطه بتاعت الجراحه والوقت، ان الزرعات كلها تتحط في مره واحده. السنان مش هحتاج ان انا بعد ما اشيلها استنى فور لونج تايم، او استنى وقت كتير لحد ما يحصل التئام عشان احط زرعات، لا انا بشيل السنه واحط الزرعه في ساعتها في نفس الجلسه وبحط عليها. تيجي بعد كده طب انا همشي ازاي لحد ما الزرعه تمسك؟ الزرعه تقعد 3 شهور. طب انا همشي ازاي 3 شهور من غير سنان قدامانيه؟ ده انا اصحابي واحفادي او ولادي ما يعرفوش ان انا ما عنديش سنان قدام، او حتى لو حد صغير في سنه والكلام ده كله. طب انا ما حدش يعرف ان انا، طب اعمل ايه؟ فبيبقى ليها حلين. الحل الاولاني بيبقى ان احنا ممكن نعمل حاجه متحركه تمشي بيها في الفتره دي لحد اشكلها طبيعي وكويس كل حاجه، فك وتركب من 3 شهور، وبعد كده تبتدي تمشي بيها، وبعد كده نحط سنان الطبيعية تاني اكنها ما حصلش حاجه. الحل التاني ان احنا ممكن نعمل زرعات، حاجه اسمها زرعات مؤقته. الزرعات المؤقته بتتحط مثلا 4 زرعات تحط في الفك، غير الزرعات الاساسيه اللي احنا حاطينها، ويتحط عليها تركيبه بالكمبيوتر برضو بلاستيك، تبتدي
تبقى شكلها اسنان طبيعي تمشي، هتبقى على الاقل شكلها احسن بكتير من السنان اللي كانت مدخلها وشكلها وحش دي، تمشي بيها 3 شهور بعد كده تحط برضه اسنان طبيعيه تمشي بيها فترات. في حل ترانزيشن احيانا، في حد ترانزيشن يعني، يعني مؤقت، لا حل 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 وسط، وسط. كويس، انا ما بين ان انا اعمل زرعات واحط عليها سنان طبيعيه وما بين ان انا اعمل تركيبه متحركه. في ناس تقول لك لا انا مش عايز تركيبات متحركه، ولا مشكلته في التركيبات المتحركه انها بعد شويه بتدي يحصل تاكل وتبتدي تتلخلخ وتقع والكلام ده كله. فنبتدي نحل حل لطيف ان احنا نقول لك طبعا نحط زرعتين او من زرعتين لاربعه بس بدل 8، ونحط زي الكبسين زي الكبسونه بتاعت الجاكيت في الزرعه، واحط في الفيتنج سيرفيس بتاع الطقم ده كبسونه تانية، فيبقى الطقم بيمسك بكبسين بدل ما بيمسك على العظم، فبقى يقعد فور لونج تايم ما يحصلوش اي مشاكل، يبقى طقم وكل حاجه. ممكن في ناس كتير من الممثلين حاطين القطم دي وانت مش شايفها وما انتش عارف ان هو حاطط طقم، وطقم شكله كويس جدا ولكن ماسك بكبسونتين، بتبقى تكلفه اقل من زرعات شويه ولكن بتبقى حل مرضي جدا. حلو قوي، تنورتنا النهارده، ربنا يخليك. والله العظيم سعدت بهذا اللقاء، ومتنوع وكلام علمي مهم جدا، وعايز مراجعه، عايز مراجعه. هو يعني في كام حاجه علميه اتقالت الحقيقه كانت صعبه، وخصوصا الجزء الاخير هنعيده تاني بتاع الزراعه ده، لان انا عايز افهمه بتاع الكباسين ده. حلو قوي، عجبتني الكباسين دي جدا. تنورتنا النهارده، كل الشكر والتقدير طبعا لضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد في الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. بس وحشنا طبعا الريل لايف، وحشنا احنا نجيب حالات، وده قريب جدا هنرجع ثاني اكيد نشتغل على حالات كتيره نطبق عليهم اللي احنا قلناه، وربما يكون من ضمن الحالات دي هي حالات الفيسبوك بعضها، هنبدا نشوف حلوله فعلا عمليا بعد ما قلناها نظريا النهارده او في الايام اللي فاتت. نورتنا يا دكتور شيخ، ربنا يخليك، خليكم دايما مع الدكتور. اوعى تروح في اي حته.